مازن شو فيك تلعب وانت زعلان؟ مشغله لا 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 في شيء مضايقه في الورق. ما يبي الزعيم قلت له زعيم نصف الارض. شوف اختار يا زعيم نصف الارض يا شعار الهلال. متوتر خايف الورق ترجف. اسمع زرقاء شوف الزعيم بعد يعني تلعب بالهلال تلعب ما راح تفوز صدقني ما راح تفوز. الحكم سوي شيء كل الاشياء اللي تشوفها بيتزا يا اخي شافك كل بيتزا. اعقل ورانا مباراه ورانا ماتش لازم اتغذى قبل المباراه. سلام عليك. لا كيف تبي نلعب؟ لازم تسوي دايت ولازم تمشي ولازم تهرول. والله زطل الجسم مو جسم مهاجم. ما عليك مع كامل احترامي لك الميدان يحكم بيننا. والله ما لنا في الميدان. مالك في الحدسي الميدان اعطيك الكوره وازهل شربي بالله خلها عندك عادي. يحسبها بيتزا الرجال برضه الفريق تعطيه. والله فريقي كلهم داجين يعني ما ادري ايش اسوي فيهم. انا وش احتاج بروتين. لا عزوز يعني جسمه شوي يعني جسمه يعني حتى لو كل هذا ما راح يصير يعني ما راح يصير رشيق زي سطه زي سطه. ولا اقطع ولدك انا يوم اعتذرت منك ماجد خلني انا ما كنت ما لحظه دقيقة انت يوم اعتذرت مني انا ما كنت مكلمك يعني وقتها. والله ما كنت ابيك. ندري اني بخاطرك. والله ما ابيك. والله العظيم اسبقك. والله اخوك اسبقك. طيب والله ما ابيك. تدري دق علي يقول انت معي يتخاف. والله انت اول. طيب قسم بالله ما ابيك تلعب معي. لا زعل بس لا تعرف بعد. طيب تدري اقول لك اخر الاخبار؟ عزوز جاب لي حارس ومحور. طيب اسمع التيم تقريبا بشكل 99% اكتمل. مولع. ها؟ مدها. الف مبروك الخسارة. ليش؟ دام هذا الشخص تدخل بالعناصر. ايه انت يعني زطه اوكي يمشي كملتها بهذا الرجل انه يجيب احد. لا بس الحارس يعني اعرف والله ما يعني ابو علوان. اوكي هنا ابو علوان صح. اوكي ابو علوان اوكي بس ما حرق ما اسمح له. ما والله ما نستاهل. سوي طوط فكتم زطه. هلا في شيء بسالك اياه وابغاك تعلمني وش يعني لك هذا الشيء. من اجل النصر يا علي وش تعني لك هذه الكلمه؟ تعني لي الظاهر على الحسن. وش عبر عن السعاده يوم تسمعها. تعني لي لو انه حاطها في النص. ايه كان ايش كان وكان بس الحمد لله بس لا طرفها يمين حطها يمين الحمد لله. الله يعطي العافيه. والله الله يطول بعمر الظاهر التاريخي في اجازه هو. الله يسعده سعاده ما يعلم بها الا الله. اللهم امين. الله يرجع لنا سالم غانم ان شاء الله. امين. ونشوفه ان شاء الله الموسم الجاي. امين. لانه هو صانع الافراح صانع الامجاد. تبي تاريخ من اجل النصر يا علي من اجل النصر يا علي. لا 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 من اجل سنين العجاب. لا 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 هذا التعليق. اتمنى ان شاء الله اني لجان الرياضه اخذ معه الصوره. هذا التعليق ثاني افضل تعليق لي بعد حق الهلال يوم يقول عالميه. هذا الاول عالميه. الثاني حق من اجل النصر يا علي تصدر عندي على طول كذا تصدر. خلنا ان شاء الله الاول ما يرجع ان شاء الله من تركيا باذن المولى عز وجل نباخذ معه صوره وحنطها عندي في البيت. لا تنساني ابشر بي نصور معه انا وياك. ابشر صوره جماعيه. خلاص اعتمد اول ما يجي من تركيا باذن المولى عز وجل صوره مخلص. نصور معه الساعه 9 يوم الجمعه ايش رايك؟ والله انها مناسبه مناسبة. ايه لا مش ساعة تسع. لا متى ضيع بلنتي هو؟
11:30 لا 12 و10 دقائق اجي 12 و10 دقائق 12 و10 دقائق خلاص وننزلها بعد 9 ايام ايش قصدك 9 ايام يعني بعد 9 ايام تنزلها ايه مناسب مناسب جدا اعتمد خلاص يا عبود يرحم اهلك فكنا يا اخي مو طبيعي كل مره الفلاش علي يتكلم على الكوره يا اخي ايش فيك يا اخي يبغى يوصل صوت العدد اكبر بالكوره فهمت عشان كذا تكفى عبود الو زعل زعل اسمع بقول بوصله بصور زط اصبر هلا ابو الزط هلا بقول بوصله من خلالك مو منظر بصور زط مو منظر حي الله ابو الزط لا مو منظر كيف الحال طيب شرفتنا ونورتنا انا لما اقول لك خليك فاتح علي اعطى فرصه قهرني الرجال بيطلع في الميديا الرجال بيطلع في الميديا بيطلع هو بعد بيطلع انا ابغى اطلع ابغى منشن بعد ابشر يا بالضبط اسلم في الهلال فايز يا ابن الحلال يا شقي ذا خلص من ذا يجي ذا يا اخي ايش فيهم ذولا وبطوله بعد كلهم مشروحين اعلام مشروحين وانت سوي كذا بيدي وشو خير والله بدون مبالغه الحين في هذه في اللحظه هذه راح اوريك اغرب حاجه ممكن تشوفها في حياتك طيب طلع لي مخواتك ايش طلع لي مخواتك طلع وشان في احد يطلع بعطر يحط مخواته ريحتك خايسه انت وش سالو عزوز تفضلي يا اخي ايش فيك يا اخي مهتم بزياده مطلع يا اخي ايش فيك يا عزوز ايش فيك ما يا وش يا اخي تكلم قل لي هذا اوكي تمشي هولز عادي عطر يا اخي ايش فيك انت يا اخي عطر في البيت وطلع يا اخي انت ايش مشكلتك تيجي قصه سالبه وكذا تصدم ما في اصلا بجدار مطلع ذا من جيبك وشو اصرح لك بتبرر يلا في ناس جو هنا هلا والله هلا حبيب شكرا قلبك بقلبي شكرا اسلم يا حبيبي سلم علي انا ايش تبي سلم علي معي طيب خلاص طيب. اسلم يعني يعرفوني اسلم شوفوني انا مع عبد الله عبد الرحمن اسلم يلا عزوزي برر انت اذا قال كذا ينقهر لا يا اخي ها في ناس مره من هنا قال يوم ميلادك اليوم قلت ايه وينهم ما حد شافهم والله شوف اسال ما شفت اسمع الكاميرا ما شافت اسلم اعطوني عطر وعطوني هود فهمت والله العظيم اي والله ما ادري والله وتقولها عادي اي بالعكس عادي والله اني حاسه جاي من البيت استغربت ايش فيك جايبه معي ما ادري وش كذا استغربت بس تخيل عطر كذا مثلا حسيت